ايه ده؟ وانا مش هاكل معاك ولا ايه؟ تاكل ازاي يا سعد وانت عندك السكر؟ هو ده اكلك المناسب ولا عاوز تتنكس من اولها؟ ايوه بس ده حرام. الحرام بعينه بقى انك انت تاكل زياده، وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. حتى الاكل بالنسبه لي بقى تهلكه. معلش عشان خطر على صحتك. مساء الخير عليكم. طيب اهو السلام لله. بقول لك ايه يا ست، انت عايزه تقعدي معانا هنا؟ مالكيش دعوه بينا، انت في حالك واحنا في حالنا. اريح يا اخويا، اما شم الهوا في الجنينه على ما المسلسل التركي اللي انا متابعاه يجي. طعمه كتك دحية. شش عيب يا نورة، ما انتيش شايفة طريقتها المستفزة؟ مالناش دعوة بيها يا بنتي. ايدك يا سعد. لا ما مش هينفع كده يا امي، ما انا هاكل بقى واللي يحصل يحصل. انت جننت يا سعد؟ يا نورة الاكل ده متعتي الوحيدة، معقولة اتحرم منه؟ يا حبيبي ما انت لو كلت السكر هيعلى اكتر. صدقيني يا امي صدقيني، السكر اللي عندي ده سكر عرضي، وان شاء الله هيروح اول ما بالي يروق. دكتور هو اللي قالك كده؟ لا دكتور ايه ده، شكله بيشتغلني. مش هو كتب لك على دواء؟ ان شاء الله هباخده بعد الاكل. لا وتاخده ليه طالما انت مش مقتنع بكلامه؟ يعني يا نوره زياده احتياط بقى يعني مش اكتر. وكمان هتشرب مانجا؟ ما انا لازم ابلع مع الاكل يا امي. ما تبلع بميه. لا الميه بقى بعد ما اخلص المانجا. وكمان هتخلص المانجا؟ خد يا بنتي شيل الازازه دي عندي. يا امي بقى ما خلاص خلاص، مش انا قلت هاخد الحبايه بعد ما اخلص اكل؟ اتجننت. يا رب يا رب ارحمه من نفسه الاماره بالسوء دي. الحمد لله. تستاهل الحمد يا ابني، صحه وعافيه عليك. بس بصراحه بقى مش كويس ابدا اللي بيحصل ده. سيبيها على الله يا امي. ما كله على الله يا حبيبي. ملك يا سعد، سعد ملك يا سعد، ملك يا حبيبي سعد. فيك يا سعد، الحقوني يا هنية يا نورة يا لهوي، الحقيني يا سعد الحقوني. سعد خرب عينك يا نورة، يا فجأة يا حرام ده تقيل قوي يا لهوي. ايدك يا نورة جاية وارمة قوي يا دكتور، ومش حاسس بيها، حاسس اني تعبان قوي. انا حذرتك وما سمعتش كلامي. في حد عنده سكر ياكل اكل انت اكلته ده ويشرب مانجا؟ انا كنت فاكر ان المرض لسه في اوله، واني مش هتعب بالمنظر ده. السكر عندك عالي جدا، مش هينفع تاخد حبوب، لازم تاخد انسولين. انسولين؟ طب والعمل يا دكتور؟ لازم يتنقل المستشفى حالا. شفت يا عبد الستار؟ شفت المال الحرام عمل في اولادك ايه؟ ما نجاهمش زي ما كنت انت عايز، بالعكس ده نجسهم اكتر. سعد جاله سكر ومختار اتحرم من الخلفه، واشرف ابنه بين الحياه والموت. عملت لهم ايه فلوسك الحرام؟ الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. ممكن ادخل؟ تفضل. ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ ان ما كنتش عيط على ابني هعيط على مين؟ صح، انا فعلا ما خلفتش قبل كده، بس انا متاكده ان ده انا غالي. ايوه غالي قوي، ربنا ما يحكم على حد باللي انا فيه. ان شاء الله سعد هيخف، وان شاء الله ربنا يطمنك عليه. يا رب. متشكره قوي. أنا كنت عايزة أقول لك إني آسفة، آسفة على كل حاجة، بس غصب عني. أنتي ست طيبة قوي، وصدقيني أنا مش وحشة قوي كده.